لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهي، ولكن لم يلزم منهما أنه عينها، وهو ما تريد يا أبا الحسن. يا أخي اللي يلقوا أحسن خشية شكرين عن الشخص سلمنا على المشايخ كلهم يدهلنا. عشر ونص بالضبط إن شاء الله. إن شاء الله لا، لأنه الستة مش هتكون يعني معتادة آية عشان الراجل جاي النهاردة. فرض بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهل، لقصار ما يفيدانه، لا أنه عينها وهو ما تدعيه. فالدليل لا ينتج الدعوة، إلا بيقولوا عليه لا تتم الكلمة يعني المقاربة، لها مصطلح معين في المنطق، إن الدليل رايح ما هوش منتج لما تريد، ليس منتجا لما تريده، فلا يتم التقريب أو الشكاس، أي أن يكون الدليل منتجا للدعوة، لأنه هنا يفيد شيئا آخر نظري صحيح أنه لا قائل به، ولكن كما يفيد أنه عين الذات يفيد أنه جزء الذات، فليس يعني الرصاصة مش جاية في القلب، جاية كده جنبه. يقول لك حاجات ما سمعتوهاش ولا شفتوها، إن الشيخ الباقوري أو المزير للأوقاف أول وزير أوقاف للثورة، وكان في البداية صديقا لعبد الناصر ولأنور السادات والشيخ. السلام عليكم. أهلا، حصلت البركة، أنت تضيع وقتك معنا فأنت على علم بهذه الأشياء، لا جديد. هات كرسي للمشايخ ضيوف اسطنبول. اهلا. ايش ده؟ دي دائره. الموضوع الذي نتكلم فيه هو مساله من مسائل الوجود، وانت تعرف ان الوجود هو موضوع الفلسفه وموضوع علم الكلام في وقت معا، لان موضوع علم الكلام في البدايه كان هو الذات الإلهية من حيث صفاتها وأفعالها، وهذا هو كل علم التوحيد، لأن بعثة الأنبياء وبعث الموتى داخل في أفعاله. ثم تطور الأمر وأصبح موضوع علم الكلام العالم من حيث يدل على وجود الله تعالى، ينظر فيه ليس نظر الفلاسفة الوجود في ذاته من حيث هو مطلق، ولكن من حيث هو علامة أو دليل على وجود خالق. ثم تطور الأمر وأصبح الموضوع هو الوجود، مطلق الوجود، لأن المفكرين المسلمين نزعوا كما يقول الإمام الغزالي إلى تكوين ما يمكن أن تسميه فلسفة إسلامية في الوجود. يقول كلاما معناه هو هذا وإن لم يكن صريحا فيها، فأصبح موضوع العلمين واحدا، وهذا هو الوضع بعد القرن الخامس بعد الإمام الغزالي حتى الآن. تقول العالم، تقول الوجود المطلق، ثم تشققه إلى وجود واجب وهو وجود الله سبحانه وتعالى، ووجود ممكن وهو العالم.
فتناول فكرة الوجود من نواحي ثلاثة فيما سبق. أولاها ما معنى الوجود؟ هل له تعريف؟ هل هو مطلق الحصول والتحقق؟ هل هو التحقق في الخارج؟ يعني الخارج، يعني إذا قلنا الخارج يعني خارج العقول، خارج الأذهان، أم أنه يمكن أيضا أن يتحقق في الذهن، وهناك أقسام للوجود وإلى آخره. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن عن إيه يا شيخ بدر؟ المقصد الثاني أو المرصد الثاني في الوجود بعد التعريف، اللي هو مشترك لفظي أم معنوي؟ هل الوجود معنى المشترك بين الموجودات، أم هو لفظ فقط والوجود الإلهي مختلف في جوهره وحقيقته عن وجود الممكنات؟ سؤال. وفي هذا اتجاهات فكرية. الأمر الثالث، هل الوجود هو عين الذات؟ نفس الشيء، عين ماهيته، أم أن هناك ماهية كما يقول جمهور المتكلمين، إن في ماهية فإن أضيف إليها الوجود الخارجي فهو حقيقة، وإن وجود أضيف إليها التشخص والفروق الفردية صارت هوية. فالهوية إذن مجموع الماهية والتحقق الخارجي والتعين أو التشخص أو الفروق الفردية. هذا رأي الجمهور. لكن الإمام أبو الحسن الأشعري سبق عصره وقال بفكرة غريبة يعني عبقرية، وهي أن الوجود هو عين الشيء، عين الذات، لا شيء في الخارج اسم الوجود، وإنما هو فكرة ننتزعها من وجود الشيء وتحققه الفعلي. العمود هو العمود، قطعة من الصخرة أو من الخشب أو من أي شيء تحمل ثقلا أو سطحا، فذاك هو العمود ولا شيء غير ذلك. لو بحثت داخله لن تجد شيء اسمه ماهية العمود. وفكرة المهايا والحقائق بطلت في المنطق المعاصر، وأصبح من يريد معرفة الشيء على الأقل في المنطق العلمي المعاصر، لا أعني أنها بطلت في الفلسفة بوجه عام، لكن لاتجاه العلم المعاصر، أنت تريد معرفة الشجرة اذهب فدور حولها وسجل أحوالها وأنها جذور تمتد في الأرض. كيف أنت أبلغت سلفانة أن لها عندي كتابين؟ وشيء يصل ما بين الجذور والأفرع والأوراق اسمه الساق، ثم الفروع وتنبع منها أو تنبث منها الأوراق. ما تسقط من ورقة، يعني أي شجرة في ظلمات الغابات العالمية يقع منها ورق فهي إلا يعلمها. سورة الأعراف. نعم سيدي. نعم. وقلت لكم من يريد قراءة شيء جيد في هذا الباب فعليه بكتاب كتبه مفكر أمريكي، ليس كل ما يأتي من أمريكا باطلا أو شرا، وإن كان الكثير منه شرا، اسمه المنطق نظرية البحث في الترجمة العربية. المنطق نظرية البحث للمفكر الأمريكي المشهور بتاعهم أستاذ التربية، اسمه إيه؟ من منكم بتاع التربية؟ اللي اسمه
أتذكر بعد قليل. جون ديو. جون ديول. ديول مشهور خصوصا بنظامه في ترتيب المكتبات. أنا بفكرك يقول لك نظام ديول يعني أسلوب معين في فهرسة الكتب وترتيبها. هو ده. فهو فيلسوف وتربوي وتقني أيضا، يعني له مخترعات تتصل بالصناعات الثقافية. كلامي مفهوم؟ حقا تفهمين؟ وإلا فاسألي فورا، لا تنتظري. فالإمام أبو الحسن قل سبق عصره. اسمحوا لي أن أخلع أسناني فهي غير ثابتة، لا في الأذهان ولا في الأعيان. كل ما أقول يعني ضعها ربما تستقر، فإنها تأبى إلا. فأقام دليلين على رأيه، وهو أن الوجود عين الذات كما يقول الفكر المعاصر، ولكن لأنه يقدم فكرة سابقة للعصر ويستدل عليها بأدوات العصر فحصل أزمة. الأدلة ضعيفة وإن كانت الفكرة قوية، وهذا يحدث أحيانا. فليس لدينا وقت الآن لكي نلخص الدليلين، لأننا قرأناهما مرتين، ولكن أوردنا اعتراضا عليهما جميعا، حيث أنه يريد بدليليه أن يقول إن الوجود ليس شيئا آخر غير الذات نفسها، غير الماهية نفسها، هما شيء واحد. الوجود عين الذات. ولا تنسوا أن المتكلمين في ذلك الحين ما كانوا يقولون بما انتهوا إليه بعد الإمام الغزالي بأن الوجود أنواع، ذلك الوجود الحقيقي كما يسمونه، ووجودات أخرى ظلية ناشئة عنه كالوجود في الأذهان، والوجود الأصلي وهو الوجود في الأعيان يعني خارج الأذهان، ثم الوجود على اللسان يعني البيان والكلام، ثم الوجود على البنان أي التدوين والكتابة. ماشي؟ فمن يقرأ كتاب الإمام الغزالي إلى كتب أخرى له ولغيره، شرح الأسماء الحسنى اسمه إيه؟ المقصد الأسنى. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ففي الصفحات الأولى منه يذكر ذلك. فما كانوا في ذلك الحين، أقصد في القرن الرابع، إذ أن أبا الحسن الأشعري مات، أول ما تريد في مواعيد متقاربة ما بين 525 إلى 325 أو 24 إلى 34. أحيانا يقال 24 26 33 32، لكن أغلب الظن أن أبا الحسن سبق في موته الماتريدي أبا منصور. وإحنا بنقول كده لأن ما تنسوش إن إخواننا يعني الكرام ماتريدية في الغالب، أقول تركيا فهو ماتريدي إلا إن كان كرديا فهو شافعي أشعري كده.
والفرق ضئيل، البول غير شاسع، قريب. بس فاعترض على الدليلين بأنك تريد يا أبا الحسن أن تثبت بدليليك أن الوجود عين الذات، ونسيت أن لدينا احتمالات ثلاثة، وهو أن يكون الوجود عين الذات كما تريد، أو غير الذات مطلقا مغاير لها يطرأ عليها، أو جزءا منها. فإذا صح من دليليك أنه ليس شيئا آخر غير الذات، فلما لا يكون جزءا منها؟ لماذا تقطع بأنه عينها مساو لها؟ مسألة منطقية. هذا المذهب الثالث، وهو أن يكون الوجود جزءا ما هي، لم يقل به أحد، لأن المذاهب ثلاثة: إما عين الذات في الكل أبو الحسن، وإما غير الذات تماما جمهور المتكلمين، وإما هو عين الذات في الواجب سبحانه، وغير الذات في الممكن أي العالم، وهو رأي الفلاسفة، ولا قائل بجزئية. ماشي. لكن من الناحية المنطقية الدليل لا ينتج المطلوب حتما، إذ أنه يتردد بين أن يكون مذهب غير الذات، فمن الجائز أن يكون هو عينها، ومن الجائز أن يكون جزءا سواء قال به قائل أو لم يقل. واضح؟ غير واضح نكرر أو نلتمس طريقا آخر. فأنا أعدت تقديرا واحتراما لمجيء الأخوين الكريمين، وإحنا نقدم الشراب لأحدث قادم. الرجل ده حضر مرة قبل كده أو مرتين، مش كده؟ ما زرت أنا شفتك هنا قبلك، ده الشيخ ده هو أولى بالشراب، فاشرب هذا. اسمه ينسون بالعربي، لا أدري بالتركية اسمه إيه. قال القائل هو الشريف الجرجاني، وهو حنفي أصيل، وقد اعترض بأن هذين الوجهين، يقصد الدليلين اللذين قدمهما أبو الحسن، إن صحا حيث إن عليهما اعتراضات، لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهي، صحيح، ولكن بأن يكون عينها جائز، بأن يكون جزءها جائز، ليس زائدا على الماهية، لا أنه على وجه القطع عينها كما تريد يا أبا الحسن، لجواز أن يكون أي الوجود جزءا منها أي من الماهي. واضح الكلام؟ الأخت الحاضرة أخيرا تسأليها أنت، أنا بنسى اسمك، أيتها الأندونيسية، تسأليها فاهمة مش فاهمة أبلغينا. لجواز أن يكون جزءا منها وإن لم يذهب إليه أحد، في الحقيقة لا قائل به، لكن لما كان ممكنا من الناحية المنطقية كان عيبا في الدليل، الدليلين. الثالث، وجه ثالث أو دليل ثالث لأبي الحسن، لو كان الوجود يعني بيسموه دليل الخلف أو الدليل غير المباشر، بمعنى أن تثبت رأيك بإبطال دليل الخصم أو بإبطال رأي الخصم، فلأن المفروض أن الرأيين متقابلان، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر، وإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، فالطريق المباشر أن تثبت رأيك كما حاول في الدليلين السابقين.
لكن هنا هو يحاول إثبات رأيه بإصغار فساد الرأي الآخر، واضح؟ ومن ثم يسمونه دليل الخلف أو الدليل غير المباشر، إثبات الرأي بإبطال نقيضه. ماشي. يقول أبو الحسن: لو كان الوجود زائدا على المهية، أي كما يدعي الخصم، وليس هو عينها كما ندعي نحن. ماشي. كلمة ماشي عندنا في اللغة المصرية المعاصرة يعني مقبول. فهمت. كلمة جديدة يعني منذ 40 عاما أو نحوها فقط. قلت لكم كان الشيخ عبد القدوس القاسمي أكبر علماء باكستان رحمه الله، أكلمه في التليفون وأقول له: كيف الصحة؟ يقول: ماشية. ينطقها بالفصحى: ماشية. يعني ماشي. أورايت. أورايت. أو جزءا منها يعني، وليس كما ندعي هو عينها. لو كان كذلك إيه يعني؟ لكان له، أي للوجود، وجود آخر. طب ليه؟ لازم الوجود يكون مسبوق بوجود آخر ويتعدد وجودات الشيء الواحد وهو غير مقبول؟ لأن الوجود هو الوجود، وجود الشيء تحققه وحصوله، فهو إذا حصل مرتين يبقى غلط. ليه؟ لأنه يبقى في تحصيل الحاصل. ماذا حصل يحصل تاني، تحصيل الحاصل محال. ماشي. أدي ليه؟ توضيح شوية مولانا، توضيح في المسألة. حاضر. دي شوية سيتضح أكثر بشيء جديد. لو كان للوجود، لو كان الوجود زائدا على الماهية أو حتى جزءا منها، وليس هو عينها كما ندعي، لكان للوجود وجود سابق عليه. لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند المتكلمين والعقلاء أن الأوصاف الثابتة لا تلحق بالمعدوم. لا تقوم بالمعدوم. الشيء الثابت لا يقوم إلا بأمر ثابت. فإذا كان هو ثبوتيا فكيف يقوم بالمعدوم؟ لازم يقوم بشيء موجود. إذا هو وجود وسيقوم بأمر له وجود سابق، تعددت الوجودات وفي ذلك تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود، وهو محال حتى على القادر الخالق عز وجل، لأن لا يتحقق في الواقع أبدا. إذا ما موجودا كيف توجده؟ ممكن تعدمه وبعد إعدامه توجده، نعم، لكن تخلع عليه وجودا ثم وجودا، لا. واضح الكلام؟ فهو بيقول الوجود أمر ثبوتي ولديكم قاعد. أهلا وسهلا إندونيسيا. كلاكما يا مرحبا. وتركيا. الناس في مصر هنا يقول لك إيه؟ لازم تتعلم العامية المصرية نوعا ما. يقولون هؤلاء الإسلاميون يريدون تقليد تركيا، وليس لديهم أردوغان. تقليد تركيا من المحال. بلك شيء عادي يا مولانا. لو كان الوجود غير الذات طارئا عليها
سواء كان عينها سواء كان غيرها تماما أو هو جزء منها فهم غير أيضا. وأنتم تقولون إن الأشياء الثابتة لا تقوم إلا بثابت، فهو قبل أن يوجد كان ثابتا، أي وأهل السنة يقولون الوجود والثبوت والحصول واحد، ليس مع المعتزلة القائلين بالحال وأن الشيء قد يكون ثابتا في العدم قبل أن يوجد إلى آخر ما زعموه. نتكلم بالمنطق، منطق المتكلمين القدامى أي قبل الغزال، هذا بعده قبلوا فكرة الحال جزئيا، هذا أمر آخر. بل بعد أبي الحسن مباشرة الباقلاني قبلها جزئيا، لكن جمهور الماتريدية والمتكلمين حتى أبي الحسن ولغاية الغزالي ما كانوا يقبلون فكرة الحال بأي حال، ولا كانوا يقولون بتعدد الوجودات أو الوجود الذهني والوجود الحقيقي والوجود الكتابة والوجود في الأصوات أو البيان على اللسان. فهو يقول لهم ما دام الوجود أمرا ثبوتيا وقاعدة تقول واضح فكرته، إذن فهو موجود قبل أن يوجد، وماذا في هذا؟ فيه تعدد الوجودات، فيه تحصيل الحاصل، فيه التسلسل، لأن إذا تعددت الوجودات فلما يكونان اثنين بل ثلاثة أو أربعة أو ما زاد عن ذلك. إذن فيتسلسل الأمر والتسلسل باطل، فيترتب عليه أمور كثيرة باطلة. أقرأ: لو كان غير الماهية أو جزءا منها لكان له وجود آخر. أنت طلبت إلي إعادة الكلام، أعدناه بطريقة أكمل لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه. النقائض لا يقوم بعضها بالبعض، اللي هي متقابلة على وجه المفارقة التامة، يعني غير الضاد، يمكن الضاد فيها كلام لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان معا، فقد اجتمع في النفي. لكن النقيضان المتقابلان تماما كالوجود وعدم الوجود، أو الأبيض ولا أبيض وليس الأسود، اللا أبيض، فلا يجتمعان لا ثبوتا ولا نفيا، لا حصولا ولا عدما، صح؟ لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه، والعدم نقيض الوجود، اللا وجود أو العدم بمعنى واحد. وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله